السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم نواف الحسين من All About Fitness. حلقة اليوم راح تكون عن التنشيف والتضخيم وإيش أنواع التنشيف وأنواع التضخيم. نبدأ حبة حبة. التنشيف، الواحد لما ينشف إيش الفكرة من التنشيف؟ أنت الحين إذا كانت الماكرو نوتريانت حقك أو الأكل اللي أنت تأكله، خلينا نقول على سبيل المثال أنت في اليوم تأكل 200 جرام كاربز، 200 جرام بروتين و40 جرام فات، عشان تنشف خلينا نقول هذه كمية الكربوهيدرات اللي أنت تأكلها إن جنرال، يعني عشان بس تفهم الفكرة، لازم كل أسبوع تنقص منها حبة أو تنقص 25 جرام كربوهيدرات أسبوعياً إذا كنت تنزل كيلو كل أسبوع. إذا كان معدل نزولك في الأسبوع أكثر من كيلو، حط في بالك نسبة كبيرة من الوزن اللي نقصته هذا عضل، فأفضل وسيلة أنك تنشف وتحافظ على كمية العضلات اللي بجسمك أنك تنشف حبة حبة. يعني نقولك هذه كمية الكربوهيدرات اللي تأكلها أنت كل يوم، لو شلت ثلاثة أرباعها وكان يمكن في الأسبوع تنزل ثلاثة كيلو، كيلو وان أحيانا أربعة كيلو، حط في بالك أن جزء كبير منها كان عضل. فأسلم طريقة عشان تحافظ على كمية العضل بجسمك أنك تقلل نسبة الكربوهيدرات في أكلك حبة حبة. خلي البروتين زي ما هو عالي، ولكن نهاية تنشيفك أو في آخر الأسابيع في التنشيف برضو نقص الفات أو الدهون في جسمك 5 جرام تقريبا كل شهر. هذا الطريقة اللي أغلب الناس يسوونها، هذه الطريقة اللي أنا سويتها في الفيديو حق التنشيف اللي هو فلوغ 13. إذا ما شفت الفيديو أنصحك تشوف الفيديو أنصحك تشوف الفلوغ 13 قبل ما تشوف الفيديو هذا. أنواع البولكينج اثنين، أو أنواع التضخيم اثنين، عندك الديرتي بولكينج والكلين بولكينج. الفكرة منهم أن الديرتي بولكينج أنك تكسب وزن، ولكن معظم الوزن هذا راح يكون شحم لأن كمية أكلك كبيرة. الكلين بولكينج تكسب وزن ولكن على فترة زمنية طويلة، يعني تقريبا في الشهر بس ما يزيد جسمك تقريبا نص كيلو. الفكرة منه أنك تحاول تكسب عضل مع أقل كمية دهون. طبعا لما نتضخم مستحيل أنك تضخم عضل فقط، لابد يصاحب العضل كمية دهون. بعد ما تكبر توصل للحجم اللي أنت تبغاه ترجع تنشف حبة حبة بحيث أنك تمسك كمية العضل اللي بجسمك ولكن تزيل كل الدهون اللي فيها. طبعا هذه أنواع الضخامة. إذا حاب تعرف الطريقة بالتفصيل اكتب لي في الكومنت تحت عشان أعرف أن في ناس مهتمة بهالموضوع، وأسوي حلقة ثانية تشرح لك إياها بالتفاصيل. طبعا في أحد بيقول لي والله حرام أنت الحين طلعت لك سكس باكس، أنت ليش تضخم؟ يعني أنت ما تحتاج الضخامة. بعد ما نشفت اكتشفت أن عندي نقاط ضعف في جسمي، اليدين لا زالت صغيرة والرجول لا زالت صغيرة، يعني ما بعد تطلع الفول ديفينيشن حقتها، والابز عندي ما كانت بالطريقه اللي انا كنت اتمنى اشوفها، يعني كنت اتمنى انها تكون ابرز بشوي. فقررت اني ابدا ضخامه. اقل فتره زمنيه المفروض انك تضخم فيها تكون 8 شهور، والسبب ان الجسم عنده القدره انه يكسب نص كيلو عضل كل 35 يوم، والجسم عنده القدره انه يخسر نص كيلو شحم كل 3 ايام ونص. يعني فترة الضخامة لو كانت 8 شهور فترة تنشيفك راح تكون أقل منها بكثير، من شهر أو شهرين أو ثلاثة على حسب نسبة الدهون في جسمك. يعني إذا أنت والله بتقولي بضخم شهر وبنشف، حط في بالك أنت ما راح تكسب إلا كمية قليلة من العضل، ففكر لبعيد واختار الطريقة اللي أنت بيها، ديرتي بولكينج ولا كلين بولكينج. الحين للتمارين. أنا بالفترة الماضية كنت أتبع نظام ليجز بوش بول ابز ان كارديو، بعدين اخذ بريك يوم او يومين. فترة التضخيم انت ما تحتاج الا يوم واحد بريك، لانك اصلا تاكل اكل اكثر من اللي يحتاجه جسمك، فالريكفري تايم حق جسمك بتكون سريعه، يعني جسمك بعد التمارين راح يتعافى بسرعه، فعندك الاستطاعه انك تتمرن كل عضله مرتين بالاسبوع. روتيني في الفتره هذه فتره الضخامه بيكون كالتالي: اول يوم اسوي ليجز، ثاني يوم يكون تشست وارمز اللي هي باي وتراي، يعني صدر باي وتراي، ثالث يوم راح يكون ظهر وفور ارمز اللي هي السواعد، رابع يوم اعيد الليجز مره ثانيه بس راح يكون روتين مختلف، اليوم الخامس راح يكون شولدرز وارمز مره ثانيه. يعني انا في الاسبوع امرن رجولي ويديني مرتين بالاسبوع. برضو غير الروتين هذا، يعني بعد ما اخلص تماريني انا اسوي يوم امرن فيه الكافز اللي هي بطات الرجول، ويوم امرن ابس بغض النظر عن لسه التمارين اللي انا اتبعها. يعني مثلا اليوم عندي ليجز بسوي ليجز بسوي كابس، اليوم اللي بعده تشست وارم بسوي معاها ابس،
اليوم اللي بعده عندي باك بسوي معاه كافز مره ثانيه. اليوم اللي بعده يكون شولدرز وارمز بسوي ابز معاه مره ثانيه. فبالطريقه هذه انا مرن الابز والكافز والارمز والليجز اكثر من مره بالاسبوع. ان شاء الله بالايام الجايه راح انزل كل التمارين اللي انا اسويها من طقطق الى سلام عليكم. يعني الورك اوت روتين، كم التكرارات، كم جلسه اسوي، كيف اسويها، هذه كلها راح ان شاء الله تشوفونها بالايام الجايه. في ختام هذه الحلقه اتمنى الكل استفاد. اذا عندك اي شيء في بالك تبي تعرف عنه اكتب لي اياه في الكومنت تحت، او اكتب لي اياه في الاسك حقي، بحط اللينك تحت في الديسكربشن. في ختام هذه الحلقه نراكم على خير، في امان الله. اللي هو حاليا الشيء الحال اخر واحد لما صور من زمان يجي بعيد. ان شاء الله بالايام الجايه راح انزل فيديوهات عن التماريني. عن التماريني فكر بشيء حزين. شيء حزين. 3 2 اكشن. ان شاء الله بالايام الجايه راح يا اخي مش التمارين من وين طلعت هذه؟ استغفر الله. لا لازم استغفر.